مرحبا، انا حسام عبد العزيز. اليوم بدي احكي لكم عن الفئه الاكثر كرها في المجتمع. الفئه هاي اللي بيطلع من عندها بسب، بتعرفش ليش بسب الا لما تنحط انت بالموقف هذا. الفئه هاي تدعى الاتش ار او الموارد البشريه والعياذ بالله. الفئه هاي دائما بتقول لك طور من حالك، الا هم ما بطوروا من حالهم منذ الازل. هم ماسكين ثلاث اسئله: احكي لي عن حالك بالانجليزي، وين شايف حالك بعد 5 سنين، وقديش تتوقع راتب. هاي الأسئلة صارت سطحية كثير. أنت لازم تواكب العصر، لازم أنت تدخل بالأشياء اللي بتهمك في الشغل. يعني مثلا لما تقابل واحد تيجي بتمسكه بتقول له قديش تعطي حالك نسبة خباثة بالشغل، المهم تشوف حالك قوي أكثر بالضرب ولا بالصراحة عشان نعرف نحطك وين بأي قسم. اسأل لي على الأربي تاعه في الببجي قديش جواكر، شو وضعه فيها. هاي التيم وورك يعني. فهاي الأسئلة بتهمك. أما تيجي تقول له قديش تتوقع راتب، والله هذا السؤال أحكي بحكي بلا منه توقع الراتب، لأنه أنا بروح أقضيها أتصفن، مش عارف شو أحكي لك، وراح أصير أتذكر حكي الناس اللي يقول لك معلم تروحش أنت تحكي في المصاري، تبليش إنك مادي. نفس الوقت بتخاف تحكي لهم رقم قليل يحرث عليك طول الشهر 300 ليرة. فبلا منه هذا السؤال. انا مره كنت بمقابله وجيت بدي اطلع من السؤال هذا، قال لي استاذ انت كم تتوقع راتبك؟ قلت له قبل السؤال اللي بعد السؤال. في مره ثانيه كانت بنت بتقابلني قالت لي استاذ انت شو نقاط ضعفك؟ قلت لها عيونك. هاي المقابله الوحيده اللي انا نجحت فيها. بس واللي بيجي بيحكي لك فيه الاتش ار اللي هذا اللي بيكون قوي بيقابلك بالانجليزي، اللي بيسالك سؤال بيحكي لك معلم احنا ليش بدنا نوظفك عندنا، او بما معناه اعطيني نقطه قوه فيك تخليني تجبرني ان اوظفك عندي. طبعا هذا السؤال بالانجليزي بنحكى، وانا اللي زيي بفهم السؤال من نغمه السؤال. يعني كيف لما تكون ماشي بالشارع وتسمع اغنيه اجنبيه ما بتعرف شو بيحكوا، بس بتفهم انه هاي القصه هيك هيك يعني. فهذا السؤال معلم انا بعرفش اجاوبك اياه في العربي، فما بالك كيف بدي احكي لك اياه في الانجليزي. انا اصلا شو ممكن احكي لك؟ اقول لك وظفني والله انا كثير منيح، او والله اني بتحمل شغل. فبل منه هذا السؤال برضه. في عندك الجماعة الاتش ار اللي بتلاقيه بيدخل جوا بيتكم بيسألك في كل كبيرة وصغيرة، اللي بيقول لك أبوك عايش، أمك شو اسمها، إخوانك عايشين بدرسوا، مين بصرف عليهم طيب. أو بيجي بيسألك بيقول لك معلم في إلك أنت حدا عنا هون بالشركة قرايب؟ هاي ما بعرف ليش شو دخل السؤال هذا. إذا في إلي قرايب بالشركة ليش ما بدك توظفني؟ أنا مالي وماله يعني. وقصة الإنجليزي ليش إنجليزي؟ ليش بدك تقابلني بالإنجليزي؟ أنا عربي وأنت عربي والشباب عربي بالمكاتب. أصلاً إحنا على أرض الواقع بنكون مبزق على بعض بالمكاتب. ليش بتقول لي احنا بالانجليزي يعني؟ وبالسي في دير سير ومش دير سير. خلاص على الواتساب معلم مسج صوت بعث لي في الفايل الفلاني وخلاص خلصنا. ليش الايميلات هاي والانجليزي والعجقه كلها؟ بالنهايه جماعه الاتش ار خفوا على الخريجين بالذات، وخلي هالعالم تشتغل. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، اعملوا لنا كومنت، اعملوا لنا اشتراك، اعملوا بدكم اياه. المهم انتم تيجوا تشوفونا. يعطيكم العافيه.